هي مهنة وانت اليوم رغم الخسارة الأخيرة لا زلت يعني في الصدارة، يعني في النصر في الصدارة لكن قريب من الصدارة. هو السؤال، انت حاولت ان تشرعن اذا جاز التعبير المدرب، يعني انه سامي يكون مدرب، يعني عندما ذهبت لفرنسا وعملت التجربة التدريبية حتى انه ما يشعر الناس انك نبت شيطاني فجأة، لكن هذا الأمر لا زال يطاردك. أنا بسألك سؤالين. السؤال الأول، هل يعني أغضبك رأي المدرب أكسير عندما ظهر وقال إنه سامي أتانا مدرب متطوع؟ يعني أزعجك هذا الشيء، وهل هذا كان دقيق؟ وأيضا سؤالي الثاني، لو لم يكن هناك علاقة مميزة بين الكابتن سامي الجابر والأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي، هل ممكن إنه يكون سامي الجابر مدرب الهلال؟ هل تعتبره أمر طبيعي وقرار فني سليم، خصوصا أنه نادي الهلال نادي كبير جدا، نعم، وجماهيره لا يرضون إلا بالفوز فقط وبالكؤوس فقط. صحيح. سامي الجابر نجمهم أيضا الكبير اللي يحبونه، بس نجمهم كلاعب. تجربتك الأولى كمدرب مع الهلال، تشوف أنه قرار منطقي كان لو لم تكن هناك؟ أنا أقول لك يا أخوي علي، في جزء هناك في العالم المتطور ومتقدم كرويا، لاعب كرة القدم عندما يلعب مواسم طويلة أكثر من 100 مباراة ويعتزل، يكون ممكن أن يتولى منصب مباشر كمدير فني كمدرب لأي فريق في العالم. أباخذها لك جزئية. أول شيء عشان أشرع أني أنا كمدرب، أنا لا أحتاج أشرع أني أنا كمدرب، لأني الزمن اللي قضيته في 20 سنة في الملاعب السعودية كأربع كؤوس عالم كأكثر من 162 مباراة دولية كفيلة بأنها حتى لما ذهبت إلى الدورات التدريبية، وما شرعت أنا أخذت الاستبس أو المراحل أخذتها بطريقة عادية. لما كنت في إحدى الدورات كان السيمينر المحاضر الموجود وهو يقرأ الأسماء، كانت بالنسبة له أنه جنتلمان وي هاف، عندنا أيها السادة عندنا واحد لعب أربعة كؤوس عالم 163 مباراة، هو إيش قاعد يسوي هنا؟ المفروض خلاص روح أنت مدرب، أنا لسه أنا شارع في الدورة. هذا نوع من الاحترام والتقدير الموجود خارجيا وليس داخليا، على اساس اني اسمع انه انا ما اكون كواليفايد، يعني ماني مهيئ اني اكون مدرب نادي الهلال، ما راح اكون مدرب، ما راح اتعدى المرحله هذه. حب جماهير نادي الهلال وعلاقتي بعبد الرحمن بن مساعد هي من وضعتني في محك حقيقي، وليس ضغط الناس اللي تحاول التقليل منك بما انك مدرب، لأن الناس الثانية أعرف ما هي الهدف، خوف من النجاح والغطاء على نجومهم المفضلين. كل إنسان عنده نجم مفضل، فإذا بقيت في نفس الصورة وأفل نجمة بيتضايق، وهذه حقيقة. لكن لا أنظر ولا لأي شيء من هذه الأمور، سواء كان من يحاول يقلل مني أني أنا ماني مهيئ أن يكون في هذا الوقت، يجب أني أنا أمر على أندية صغيرة أو على فئات سنية حتى أني أصل إلى المرحلة. ما قضيته في العمر مع مدربين أثناء ما كنت لاعب أو ما كنت مدير إدارة كرة قدم كمدير كتكنيكال دايركتور، يعني كفيل بأني هذه الدورات ومو الدورات التدريبية اللي أنا عملتها، الخبرة اللي اكتسبتها في أكسير ليست خبرة مجرد على أساس أنها جسر أني أصل، كانت ممكن لو حصلت لي الفرصة يعني أني أنتقل من بعد أكسير وما نادي الهلال تعاقد معي ما كنت رجعت إلى المملكة العربية السعودية. لكن أعتقد نادي الهلال كان بالنسبة لي تحدي كبير، عشق، ثقة متبادلة بيني وبين الجمهور، وفي الأولا وأخيرا هي نعمة من الله أني اكتسبت ثقة من رجل وجد في هذا المكان كرئيس النادي الهلال وثق فيني فنيا، حتى ولو كانت ثقة الأمير عبد الرحمن بن مساعد أحسست فيها في جزء من تولي المنصب في خوف كبير علي أكثر من خوف على نادي الهلال، وهذا أعطاني يعني شعور قوي جدا اني انا اتحدى اني انا اتعمق في طب يعني اذا العلاقه كان لها دور شوي بدون ادنى شك ان العلاقه ما لها دور اذا ما كانت عنده ثقه فكريا. نعم. وعنده ثقه. بس هو شوف ترى اعطاك الامير عبد الحمسه اعطاك باص يعني يحتمل تحليلين، قال سامي رئيس الهلال السنه دي لا هو خلني اقول لك الامير عبد الرحمن في تصريحه كرئيس الهلال هو يتكلم عن مجموعه بالنسبه لعلاقتي مع اللاعبين،
لكن ليس لي دخل في الأمور اللي تدار عن طريق أمين عام أو كنائب رئيس النادي أو أعضاء مجلس الإدارة لما يقررون أمور إدارية. نعم. لا تدخل في طيب شيء. لا يعني قبل الفاصل تعليق على موضوع المدرب المتطوع. طبعا المدرب المتطوع حتى لو طلع سيد جيرو وقال سامي أنه هو موجود هناك يتطوع لتعليم اللذاء، هذه ما فيها شيء، لأنه أعتقد لم تغضبني بقدر ما هي ليست حقيقة أو فهمت الجملة. وأيضا كان في لقاء للسيد جيرو في 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 لقاء آخر يشيد بقدراتي، لكن السبوت أو الإضاءة ذهبت إلى الأجزاء اللي فيها التقليل ولم تذهب إلى الأجزاء اللي تكلم في اللي تكلموا عنها في دو في القناة الفرنسية أو في الصحافة الفرنسية عن وجود كان في كان كان عملك مرتبط بتدريب الهجوم. كان عملي مرتبط، على فكرة هذه الأشياء لم أذكرها لأن في أي برنامج رياضي، كان عملي كان عندي برنامج أسبوعي أدرب الفئات السنية من 14 إلى 17 سنة 18 سنة CFA اللي هو الفريق الثاني. كنت أمشي إلى برنامج، العمل الأساسي هو في التكنيكال دايركتر للفريق الأول كمساعد ثاني بعد مساعد أول. في مهام محدودة، ولكن بعدها تقريبا إحنا نتكلم من 12 من 10 إلى 12، بعدها عندي من 3 إلى 5 مع فئات سنية. ومسألة أني أنا أدرب مهاجمين، هو سيد جيرو هذا هو آيكون بالنسبة للفرنسيين، الاستفادة منه في كل كلمة أو كل رأي يقول السيد جيرو بالنسبة للفرنسيين، وهذا عشته قريب وتشرفت، وسيكون إن شاء الله ضيف قريب عندي حتى يقيم عملي، وهذا الشيء طلب مني للسيد جيرو. يتكلم عن المهاجمين أنه نعاني من ضعف المهاجمين، وكان عندنا يايا سونوغو الآن منتقل إلى من أوكسير السنة هذه إلى الأرسنال وفايز بكأس العالم للشباب، راجع من إصابة لمدة سنة ونص، وعملنا برنامج مع مدرب اللياقة اللي هو الآن السيد نيكولا شختون اللي موجود معي في الستاف، واحد من أكبر المدربين أيضا اللي عنده يعني سي في وعنده اسم كبير. عملنا له برنامج وطلب مني السيد جيرو أني أعمل برنامج خاص لأنه يرجع في أسرع وقت ممكن لحساسية الكرة، بما أني مهاجم يثق في قدرات كمهاجم. عملنا البرنامج لمدة 3 شهور بعد انقطاع تقريبا لياقي تكنيكي أكثر اللي هو حساسية الكرة. بعد 3 شهور كأول مباراة نزل عمل أسيست، المباراة الثانية سوبر هاتريك، المباراة الثالثة هاتريك، المباراة الرابعة هذه، أصبح بعد 5 مباريات ينافس على الهداف. ذهبنا من مركز 13 إلى مركز 7 في أوكسير. بس هذا شكلك سويت له رقية شرعية. لا عموما راح أنت تحاكي نماذج عالمية، لذلك سأسألك حتى عن سبب عدم إعلانك عن فريقك التدريبي كما يفعل كثير من المدربين في العالم بعد الفاصل. فاصل ونعود.